دارت بين الفريقين، 8 تعادلات، 14 فوز للترجي وثلاثة فوز لفاية الأولمبي الباجي. وهذه هجمة لامين با الماني في الهدف الأول، الهدف الأول للأولمبي الباجي عن طريق محمد لامين با الماني. هجمة سريعة، هجمة مرتدة سريعة لفاية الأولمبي الباجي وسرعة الماني في شباك الترجي. هدف ممتاز جدا اللاعب رقم لامين با. نعم لامين با يسجل الهدف الأول لفاية الأولمبي الباجي رقم 20 ويوقع أول أهدافه مع الأولمبي الباجي فعلا. إذن بداية قوية لفريق الأولمبي الباجي. هاي الإعادة مشاهدينا الكرام، شوف شوف انفراد بالحارس ويرفع الكرة وتدخل شباك الترجي لتعلن عن تقدم الباجية في هذه المباراة كما قلنا التي تندرج في إطار الجولة.